أبلش ولا استنى أضل حنا؟ طيب راح احكي هسه، بس قبل ما ابلش بسؤال كامل، هسه في شغلات لازم اعرفهم. اليونت فيكتور لاكس بيساوي اي هات لحاله، واحد اي هات يعني، واحد اي هات. اليونت فيكتور لواي بيساوي واحد جي هات، واليونت فيكتور لزد بيساوي واحد كي هات، لا ننساهم. تمام، للمحور يعني، محور اكس، محور اكسس. طيب سؤال على أكثر من قوة. هون حكاني هذا السؤال لفرعين، طبعا هذا السؤال السنوات، بس دكتور جاوب بثقة ثانية، قال لي أوجد الفورس اف اي بي. هاي اف اي بي، هاي اف اي بي، وينها اي بي؟ هي مقدارها 700. قال لي أوجد اف اي بي البروجكشن لها على الزد اكسس، أوجد البروجكشن لها على الزد اكسس. فبالتالي البروجكشن لها بدي أضرب اليونت فيكتور لزد اكسس اللي هو واحد كي هات، اضربه بالاف اي بي كفكتور، بدي اطلع احداثيات اي، بدي اطلع احداثيات بي، بعدين اقول له بي ناقص اي. ايش بطلع هيك؟ نطلع الار اي بي، وبطلع اليونت فيكتور للار اي بي. مش يونت فيكتور، لا ما بدي يونت فيكتور، بدي يونت فيكتور صح. بطلع ار اي بي كمحصله، بعدين بطلع يونت فيكتور لاي بي، بضربه بالاف اي بي ضرب عادي، شو بيعطيني؟ اف اي بي فيكتور. هون الزد المقصود فيه اف اي او، ايش هو؟ ممكن زد نحكي اكس. هيك، ممكن نحكي هيك، بس لا هو بشكل عام بده على الزد اكسس يعني، ما حي هو او اي راح يطلع معي كي هات او اي او يعني، بس راح يطلع سالب او موجب، بس هو طلبه على الزد اكسس لحاله، فزد اكسس بحكي يونت زد بس. يونت زد، فيونت زد هو مقدار واحد، فبطلع بطلع الفورس اف اي بي، وطلب مني البروجكشن، البروجكشن يعني اف اي بي الفيكتور اللي طلعته من هون بحط يونت زد، بطلع معي قيمه. طبعا لازم تطلع معي سالب، ليش؟ لانه هذا السهم اللي تحت، فقط لما بدي اسقطه طلع معي هيك. هون كله راح يكون صفر صح؟ راح تصفي معي على الاكس يونت والواي. زد؟ لا هسه البروجكشن راح يكون اصفار على الواي والاكس، ولكن الاف اي بي، الاف اي بي لا لها مقدار. الاف اي بي لها مقدار عشان راح يطلع هسه، راح اورجيكم حل السؤال يعني، بس انا هي كيف الخطوات، الخطوات ثابته لاي سؤال بالعالم يعني. طيب الفرع الثاني طلب مني اوجد الاف اي سي على الزد اكسس، فبحل بطلع احداثيات اف اي سي. سي هون احداثياتها زاويه، قلنا زاويه معطيني الوتر طوله 12، هاي الزاويه 30، فهاي المسافة هاي نائمة، هاي 30 نائمة مع واي، معناته هاي تاخذ كوساين 30، 12 كوساين 30، وهاي 12 ساين 30. إذا المسافة الموازية ل x 12 ساين 30، والمسافة الموازية ل y 12 كوساين 30. بطلع احداثيات سي، راح منها a يعني سي ناقص سي يعني سي ناقص a. شو بعمل؟ بطلع ال r a سي، بطلع المحصلة فيكتور ضرب دوت برودكت على الزد اكسس، اعطيني فورس فيكتور اي سي على زد اكسس. طيب هذا السؤال، سؤال السنوات، شو الدكتور عمل فيه؟ الدكتور عمل فيه قال لي طلع الفورس كفيكتور. اف اي بي هسه قلنا عرفنا كيف جبناها، اف اي سي عرفنا كيف جبناها، اسبرتكم حل اف اي دي، لسه في اف اي دي كمان، طلع احداثيات دي، دي سالب 12 كي هات لحالها، بطرحهم من بعض، ثاني اف اي دي ضربهم باليونت فيكتور على هذا القانون. شو القانون؟ هذا هاي طريقة خطوات الحل، بطلع اليونت فيكتور لـ AB اللي هي بطلع R AB و R AB كم حصلة؟ أوجدتهم، طلع معي اليونت فيكتور، هذا اليونت فيكتور أضربه بالـ FAB، اعطاني هاي الاي بي كفكتور، هاي الاي بي كفكتور. طيب بطبق اي سي نفس الفكره، وبطبق اي دي نفس الفكره، طلعتهم طلعتهم. هسه ايش انا بدي؟ بدي القوه المحصله، بدي
القوة المحصلة. فشو بقول له؟ سيجما اف قصدي اف ار هي القوة المحصلة كفيكتور تساوي مجموعة في الاكس بروح على كل واحد فيها اي، هاي فيها 300 اي و اي سي لها قيمة اي كم اي سي؟ سي قيمتها 94 بوينت كذا كله 300 زائد 9 4.8 هذا ايش كله ياتوا؟ اي هات طبعا ناقص الاي دي، بس انا ما طلعت لان ليش نضيع وقت على الحساب، ناقص اي دي كله اي هات. بعدين بروح له على الكي هات على الجهات، طلع الجهات لحال، بعدين بطلع الكي هات لحال، تطلع معي ايش هاي؟ بعدين بعد ما اطرحه يا جماعه بتطلع معي الاف ار فيكتور. وايش بعمل هاي الاف ار؟ بطلع لها المحصله تربيع تربيع تربيع، بطلع معي الاف ار. بعدين شو بعمل؟ باخذ الفيكتور بطلع الزوايا. في اسئله كثير على هذا الموضوع هون، انا مش محتاج احول الفيت لانه ما اعطوني اوكي. يعني هاي بدنا نشوف سؤال، كان هذا السؤال انا بدي اشوف سؤال على البروجكشن، انه خلص البروجكشن هاي مثلا بده الفورس بيرپندكولار على الدي اي، طلع اليونت فيكتور دي اي، اليونت فيكتور هي مش اي دي هون دي اي، وصار كيف من الرموز لا بس احنا بنحكي هي ناقص دي، يعني ما لا ترتيب الكتاب مش غلط يعني اصلا اي دي اللي هي دي ناقص اي دي دي اي اللي هي اي ناقص دي يعني سالب ثلاث فعليا او سالب جهات، سالب جهات 100% مشكله. بدي اروح انا على الفورس بشكل عام، انا سؤال فورس زي ما طلب في طلب لاوجد، قال لي هذا تور في عندي قوه بي وسي ودي، قال لي هاي القوه مقاديرهم لاوجد الريزلتنت دايركشن انجل. بقول له الاف اي بي او الاف بي بتساوي الاف اي بي بتساوي ار اي بي اي بي ناقص اي، فهاي شو عمل؟ ضربها باليونت فيكتور، هاي اي بي وهاي المحصله، المحصله هم 26 ار مقدارها 10 مقدارها 24، طلع احداثيات يعني وقسم او طبق قانون اليونت فيكتور هاي البي، طبق نفس الشيء على السي، طبق نفس الشيء على الدي، بعدين جمعهم هيو سالب 200 320 سالب 240 طلع معي هذا. لا 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 دقيقه دقيقه، بس هاي جي باي اي 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 في 320 سالب 240 لحاله هون، ما هون صفر اي هات صفر اي هات، 320 سالب 240 تطلع 80 سالب 200 360 زائد 160 تعطيني 320 سالب 400 وسالب 400 وسالب 400 تعطيني 1440 بالسالب محصله هيها. بعدين كوساين انفرس كل مركب لحاله، يعني 80 على 1400 وال 320 على 1400 وال 1440 على 1400، بتلاحظوا هون طلع الجواب بالكيلو نيوتن، لما حل هون لما قسم على نيوتن انه 80 هاي نيوتن انتبه على الوحدات. نروح من هذا الجواب، نروح نقسم 1440 على 1 ضربها اللي حاسب راح تعطيك ايرور لانه هاي كيلو، لازم نوحد الوحدات كامله. هذا هيك سؤال اذا بده طلب محصله وزوايا، يعني هذا سؤال، يعني هاي فكره الطلب على الطلب. هاي الدوائر كثير في الفيديو على اليوتيوب كيف طلع احداثيات الدوائر كعمل احصاء. طبعا هيك خلص خلصت الافكار البرودكشن كذا، هاي مثلا سؤال احداثيات مع اسقاط، يعني عشان ليش طلع لي احداثيات؟ مشان اوجد مثلا ايش بده الاي سي، طلع احداثيات اي سي اليونت فيكتور لهم وبضربه بتحليل الاف، الاف شو تحليلها؟ يعطيني الزاويه القوه والمسقط، فاف زد ساين واف مسقط كوساين، اف اكس اخذ لي سالب ساين 30 واف هايب مود كوساين 30، حلل شوف تحليل زي ما حكى الاكس اخذ سالب كوساين 45 اللي هي المسقط كوساين 45 وساين 30 هي المتممه 100% وكوساين 45 ساين 30 كوساين كوساين ساين 45 زي ما حكيت 100%. طلع اليونت فيكتور
ضرب نقطي طلع لي ايش الريفلكشن، طلع لي الكارتيزيان. حد عنده أسئلة؟ طبعا خلص خلص يعني الأسئلة. أسئلة بكتاب ما شبه تحلش يعني عادي يعني. أنا هسه ممكن تتم سؤال ما عرفش له مش لسبب إنه يعني خلص أنا متمرس على إشي معين وأنا أخذت إشي معين يعني. أنا أصلا شغلات ما أخذتها وشرحت اليوم يعني أنا درست اجتهاد شخصي لا يوتيوب ولا إشي قرأت الكتاب مرتبطة بالمادة. بس يعني غالبا اللي فهم الأفكار اللي أنا شرحتها الريكشن الاحتفيات كيف طلع الزوايا وضعه تمام. بس على اغلب بيجيبوا من البروبلم اللي بنزل الدكتور ولا الدكتور نزل لكم بروبلم مقترح يعني اعتقد كانه نزل بي دي اف. اذا نزل والله حلوهم مش غلط، بيكون فيهم كل الافكار ممكن تيجي. اسمع شو مصح لك تحل حل يعني عندك دوسيه ودوسيه ثانيه وكتاب حل. اسمع في شغلك شيء غير تحل عادي. انا على دوري والله العظيم اني حليتها كامل. شو قبل سنه سنتين ونص يعني هسه الناس شو يعني فيكتور ممكن يعني أنا بس لأني متبع زي هيك كل فصل بعض المراجعات إني ذاكره ولا لو نسيته يعني كمان سنتين. الفكرة إنه حل غلط يعني بتتمر سرعة سرعة يعني. ذكر امتحان الفيرست تبعنا ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة خلصت من ثلاث ساعة وجبت 25 على الفيرست. حل الكتاب يعني هذا المانيوال هذا كامل حله. اللي ما اعرفش احله خلص اتركه ما اروحش اسال دكتور مش لانه لما تسال دكتور شافه صعب كثير بجيبه خاصه انا بالكيميك اذا شافه سهل بجيبه بتوقعي على سؤال انه يجيبه او لا. فخلص انا بالعاده هذا بختصر الدكتور بس الطلاب يعني افضل طريق هناك عمل جروب هذا اغلب الافكار. اذا في دكتور مقترح افكار حلوهم غلط. وهذا السؤال مثلا جاي دكتور ثاني سنوات وهو مش صعب ابدا نص الطلاب صفراته مش عارف صراحه يعني يعطيهم طول الوتر ثلاث وهي الزاويه 30 الدنيا هي ايه طالعه 1 انش هاي 30 معناته مع الواي مسافه المسافه العموديه هاي 30 كوساين 30 الواي ساين والاكس سالب ساين هاي نفس الفكره. طرح هذا السؤال كان عليه 5 علامات دكتور ثاني مش دكتور يعني. بس زي ما قلت لكم الأفكار ممكن يلعب بالوحدات يعني. إذا جابت سؤال زي هيك مرسوم من الكتاب ثاني مثل إياها نيوتن يعرف إنه في خلل يعني. يعني يا بتقدر تسأل دكتور على المسنجر بنفس الوقت يا شو أنتوا خلص حاولوا إذا قال لكم غلط أو شيء ما فيش غلط هاي الحل يعني هاي كله على المنطق. أنا بشتغل والله العظيم جاب سؤال نيوتن يعني هاي خلاها نيوتن وحليته على أساس إنكم حولتوها وهو ما كانش إنه بدكم تحولوها كان خطأ مطبعي. انه بعد ما يشوف هيك هو لحاله لو انه دكتور ابن حلال بحطل لك فل لانك مراعي الوحدات يعني. هاي فكره شو اسمه انه الطرف اليسار بخص محصله مثلا طرف يمين القوى المنفرده. شو ظل الافكار كمان نركز عليها اليوم دكتور ركز عليها اليوم دكتور بطلع لي الاحداثيات مرات زي سؤال هذا السؤال فيهوش خطه مطبعي صح؟ لا ما فيش ولا سؤال بالكتاب خطأ مطبعي بس قصده انه الدكتور انه يحاول هاي انتبه ممكن يغيروا المحاور كيف يعني. بدي اشوف لكم دقيقة الاسئلة على الاغلب. بس مثلا بقول لك امتحان ممكن يكون ثلث ساعة ولا نص ساعة ممكن بس اسمعوا قد ما تقدروا حاولوا ما يكون دوار لانه اذا دوار كنت غلطان. شفت قديش ممكن تغلط باشارات بس كيف كنت تغلط بإشارات؟ إنه حرام تروح كل تعبك على دائرة بسبب إشارة. فقلت ما تروح كله أسا منصور لك الحل على الجيميل لك حل ليرنينج وأعطاني اللي بدك إياه يعني خلص. فبدي أقول لكم كيف ممكن يكون في المحاضر يعني ممكن يجيب سؤال من كتب ثانية مثل هذا كتاب الميكانيكا في نفس استاتيك أيوه كله فيكتور وسقاط وامشي ده هون لل 3D هاي 3D عندهم من في ميل 3 عند ال 3D بهذا الكتاب بيكون هذا الاكس لا هذا الاكس وهذا الواي وهذا الزد. شوف كيف انت لما تحل بدك تعرف انه الالفا راح تصير هاي هي الالفا مثلا وهذا الفورس فان هاي هي الالفا تصير البيتا تكون هاي هي البيتا والجاما بتكون هذيك. فهمت كيف الفكره انه اذا لعب لك بالمحاور بدك تحسب حساب انه الاحداثيات صار المسافة الموازية لهذا هي الإكس. فانتبهوا على المحور
تبعه على المحور، انتبهوا على المسافات الموازية، انتبهوا على الإسقاط، انتبهوا على كل شيء. فهذا الشيء كيف تنتبهونه مع الممارسة. سنة هاي غلب أفكار أكثر. والأفضل الأفضل أنه تحلوا الفندمنتال بروبلم، يعني هاي باللون الأخضر الفندمنتال بروبلم بتختصر كثير أغلب الأفكار اللي هون. يعني هذول الست بروبلم مثلا ممكن يختصروا فوق 40 من هذول. فأنا بنصح من البروبلم فاندمنتال انك تركز عليهم، لانه اصلا هي بروبلم اساسيه يكونوا شاملين اللي بعدهم. ان شاء الله عنده اي سؤال بكره عادي، فاضي ما عندي اي مشكله. ان شاء الله بنصير نعملكم للشباتر الجاي 3 و4 و5. حتى 3 ما بحتاج اي شيء، لانه 3 فعليا زي 2 بس بيعطيني القوه مجاهيل وبقول لي هذا متزن، فاطبق سيجما اف تساوي 0. بس يعني هاي خلصت لكم شابتر 3 بكلمتين. حد عنده سؤال؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي أنا اللي عنده سؤال يكتب على الشات، يعني أخذ دقيقة تقريبا. اللي عنده سؤال أي شيء إن شاء الله غير أجابه. يعطيك العافية عبد الرحمن. الله يعافيك يا رب. الله يعطيك العافية وغلبناك. حبايبي حبيبي مؤمن، حبايبي حبيبي قبيلك محمد ومؤمن. سيدي بتوفيق، احنا من الغادر بدك شيء منا؟ والله سلامتك، ادرس وشد حيلك وان شاء الله تجيب علامه عاليه والجميع كمان ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. الله يعافيكم. وعليكم السلام. طيب ان شاء الله راح انهي وان شاء الله نشوفكم بايام جايه. يعطيكم العافيه.